بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الغساله الزانوسي اللي هي 7.5 فوق اوتوماتيك. هي الغساله ان شاء الله الشرح بتاعها هيبقى بسيط، ما فيهوش اي مشاكل باذن الله. بالنسبه لنظام التشغيل بتاع الغساله، في عندي فلتر. الفلتر ده بعد نهايه كل يوم غسيل بفك الفلتر، اي اتساخات اي رواسب ولا حاجه بنضفها، في زخبار في اي حاجه بنضفها كويس. ليه؟ عشان ما يطلعش على الملابس، بالذات الملابس الدايله. واركب الفلتر كده من تحت واضغط من فوق. الهدوم بتاعته وهي ناشفه اخري المستوى الفتحه اللي هي بتاعت ايه الفلتر دي، اللي هي في قطعه عندها هي بضغط عليها، لا الملابس بتاعتها تبقى اخرها المنطقه دي كده بالظبط. تمام، اقل ما زيدش، ركب من تحت واضغط من فوق. البطانيه الكبيره لا، لحاف الفايبر الكبير برضه لا، بحمل الغسالة. ممكن البطانية الصغيرة بتاعة الأطفال اللي هي بتاعة البيبي، أو لحاف الفايبر بتاع البيبي. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس ما احطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، ما احطش برضه اتنين كوفرتة كبار مع بعض. حمل الغسالة كوفرتية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة. ممكن أحط دفايتين صغيرين بتوع الأطفال، أو اتنين كوفرتة بتوع الأطفال، أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة. لكن ما ينفعش أحط كوفرتة كبيرة ومعاها كوفرتة صغيرة، لأن الكوفرتة أصلا بتبقى تقيلة لما بتشرب مية، فيفضل أنا أخليها إيه كوفرتية واحدة بس كبيرة. ده بالنسبة للملابس. بالنسبة للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيرة كلها، يا ريت بيبقى فيه كده كيسة عاملة زي شبكة الكرة كده بسوستة عند أي محل بتاع أدوات منزلية، بجيبها منه وأحط فيها الشرابات والمناديل والحاجات دي، عشان خاطر الشرابات أو المنديل أو الحاجة الصغيرة أثناء التكفيف بقى على سرعة عالية جدا، ما تخشش ما بين الحلة الخارجية اللي هو الفريم ده والحلة الداخلية اللي هي دي، تبدأ تخش تعمل لي مشكلة في الحلة من جوه، توقف الموتور بتاع الغسالة ما تشتغلش، تعمل لي مشكلة. فأنا أفضل حاجة إن أنا أحط في قلب الكيسة بتاعتي وأقفل عليها السوستة والغسالة تغسل وتبقى زي الفل، مفيش أي مشكلة بالنسبة للنقطة دي. بالنسبة للمسحوق بتاعنا، ده الدرج بتاع المسحوق، بحط المسحوق بتاعي من الدرج ده، ويفضل انني ما استخدمش الدرج المسحوق. اعمل ايه؟ ادوب المسحوق في كوز ميه واكبه على الغسيل. ليه؟ بعد 3 4 سنين ست البيض غصب عنها ممكن توقع مسحوق هنا، تعمل رواسب بعد كده في تعمل لي مشاكل في الغساله، فهو احسن حاجه ادوب في كوز ميه واكبه على الغسيل. دوني معطر ملين مرطب اي اضافات تانية. في عندي الغطا ده اهو، بفتحه كده بيظهر لي الفتحات دي اللي هي الاخرام دي، بجيب كوز ميه وادوب فيه الدهون او المعطر او اي اضافات ايا كانت، ادوبها واحطها من الفتحات دي وابدا اقفل الغطاء بتاعها. هتبدا تخرج منين؟ من الاخرام دي، هتبقى متناسله، ما تبقاش مركزه تعمل لي بقع في الهدوم، وده افضل حاجه. برضه لو انا عايز احط زهره ولا حاجه، ممكن اعمل توقف مؤقت للغساله وافتح الباب بتاعي واقوم جاي كده في الشطف اثناء الشطف، واقوم برضه حايل في كوز ميه واحط الزهره بتاعتي من الفتحات دي. كده بالنسبه للمسحوق، في مشكله عندكم؟ وبالنسبه للملابس، بالنسبه لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقه اللي هو الباور. مجرد ان انا ضغطت عليه كده قالت الغساله، اول ما بتقفل الغساله جات لي على برنامج اللي هو القطن اللي هو الرئيسي اللي هو المعتاد. لو ضغطت ستارت اللي هو الاوكي تاكيد التشغيل، هيبدا الغساله تشتغل، هتبدا تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف وتعمل كل حاجه لوحدها، هي بتظبط نفسها بنفسها. لو انا عايز برنامج تاني غير القطن اللي هو الرئيسي اللي هو المعتاد، اجيبه ازاي؟ بطفي الغساله، بقيت غسلتي، باجي عند حاجه اسمها البروجرام او البرنامج، بقلب منه علامه السهم دي كده اللي هي المثلث دي، اضغط كده عند الديليكيت الناعم اللي هو الديليكيت حرير ستان ستاير اي حاجه ايه ذات ملمس ناعم، او الشيفونات. عند هنا العادي او النورمال اللي هو القطنيات العاديه، لو انا عايز نورمال باخد ايه النورمال. طبعا اي برنامج باخده بضغط اللي هو الاوكي اللي هو تاكيد التشغيل. عند الهيبي اللي هو التقيل اللي هي الجنسيات، ممكن ندخل معاها الاصواف عادي برضو، اي حاجه تقيله، ما عدا طبعا البلاطين او الكوفرتات او الدفايات دي لها برنامج لوحدها. في عند بعد كده البلانكت اللي هو قلنا البطانيه الصغيره بتاعه الاطفال، او لحاف الفايبر بتاع الاطفال اللي هو بتاعه البيبي، او الكوفرتيات او الدفايات زي ما احنا اتفقنا، كوفرتيه واحده بس كبيره او دفايه واحده كبيره، او دفايه كبيره ومعاها دفايه صغيره، او دفايتين صغيرين او اتنين كوفرته صغيرين. طبعا لما باخد البرنامج بدل الاوكي اللي هو تاكيد التشغيل. وليكن خدت مثلا برنامج القطن، لو ضغطت ستارت هيشتغل، هتبدا تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف تعمل كل حاجه لوحدها. طيب لو انا عايز اوبشن زياده فوق البرنامج، زي الغساله مطفيه بقيت الغساله، هو خدت مثلا القطن اللي هو العادي، في عنده اهوت اللي هو النمط بتاعها، لو ضغطت عليه كده قامت مداني سك اللي هو الناقع، لو انا عاوز ناقع. بس في طريقه كويسه قوي في الناقع افضل من كده، ان انا اعمل ايه؟ ان انا ايد الغساله باور كده واقوم جاي مقلب وجايب الغسيل لوحده. بسم الله، هجيب الغسيل يشتغل لوحده. اول ما الغسيل تخلص الغسيل هقوم طافي غسالتي،
اسيب الغساله تنقع مثلا ايه نص ساعه او ساعه. طبعا لما انا اطفي الغساله في نهايه الغسيل مش هتصرف الميه بالمسحوق، هقوم سايب الغساله ساعه او نص ساعه ايا كان الوقت. هيكون في خلال فتره الساعه دي انا هتكون حللت لي الرواسب وارضيه الغساله، هاجي اشتغل اي برنامج بعد كده هضغط ستارت الغساله تطلع لي الهدوم افضل نظافه. طيب بالنسبه لدرجه الحراره، انا في عندي درجه الحراره التلقائي بتاع الشركه، انا ضغطت ستارت كده الاثنين مطفيين الهوت والورم الاثنين طافيين، طبعا ما فيش عندي كولد لان الكولد التلقائي بيشتغل واللمبتين الاثنين اصلا طافيين. لو انا عايز اغير باور او جاي عند درجه الحراره اول ضغطه كده قام مديني وورم، وورم ده اللي هو الاثنين مع بعض، تاخد الغساله 50% بارد و50% سخن، وده يديني ميه دافيه، ده بينضف معايا كويس اخش الغساله بالسالب. لو قمت عامل كده اداني سخن لوحده، والميه السخنه بتبقى 100% سخن، في عندي هدوم بتكرمش بسبب السخن لوحده، في عندي جوانات وبلاستيكات بتقصر بسبب السخن لوحده. فانا عندي احسن حاجه انني اشغلها على الايه؟ على الورم اللي هو الاثنين مع بعض. الاثنين مطفيين كده هيبقى بارد لوحده، فهو لا افضل حاجه عندي ان انا اقوم متك على الورم هو اللي يشتغل معايا وده افضل شيء، اقوم متكي اوكي. طيب نخلي فرق دايما ما بين كل دور والتاني ساعتين راحه الغساله، او نشتغل دور اول يوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غسيل، لكن ما نكنش شغل مثلا اسبوعين وعامل كل يوم واحد ده اكبر غلط، اول باول يبقى احسن. ويا ريت بعد ما اخلص الغسيل لازم اشيل الفيشه بتاعتي عشان خاطر لو الكهرباء جت عاليه الكهرباء جت ضعيفه ما تاثرش بالسلب على البورده مع المدى البعيد، ساعتين ثلاثه قدام مبقاش في مشكله في الغسالة. هنجيب مثلا نجرب على برنامج اللي هو الصغير اللي هو الديليكيت، نضغط ستارت وكده تأكيد التشغيل، نخلي المية على مستوى مثلا أقل مستوى، طبعا في الديليكيت هي بقى أقل مستوى اللي هو المستوى اللي قبل الأخير، ما تنزلش على كده ممكن أعلى لكن ما أقلش، لكن في برامج تانية تقل ممكن تقل معايا. هي كده بتسحب الميه، هنطمن على لفه الحله برضه دلوقتي. لو عاوز اعمل توقف مؤقت فجأة بالظبط ده كده ممكن اعمل توقف مؤقت، عايز اكمل تاني عادي مش اي مشكلة، اضغط عليه تاني واكمل كده توقف مؤقت كده كم. هي كده اكتفت الليفل بتاعها، حاسس بان ان هي خدت المستوى بتاع الماء بدات تشتغل غسيل هي. طبعا الحركه مش ظاهره قوي ليه؟ لان احنا جايبين ديليكيت اللي هو الناعم اللي هو الحركه بتبقى ضعيفه، لان طبعا الملابس النسيج بتاعها ضعيف فما يتحملش الحركه الشديده، فنلاحظ ان اللفه بتاعتها ضعيفه جدا، انما لو برنامج تاني بنلاقي فيه تقليب في الحله من جوه. ما شاء الله الحركة طبعا ضعيفة جدا عشان خاطر ان احنا عاملين دلوكيت. طبعا عامل مستغرب ان الحركة ضعيفة كده، ده العادي على فكرة لان ده برنامج دلوكيت اللي هو الحرير هو برنامج ضعيف اصلا. ده عشان تحافظ على النسيج بتاع الملابس. طبعا ده الرقم بتاع الشركة اللي هو 19999. بسم الله. هنجيب برنامج مثلا القطن ونشغل القطن، هجيب مثلا المية على اقل مستوى واضغط استارت كده غسالة بقية تسحب المية بتاعتها. ده عشان نشوف حركة برنامج القطن زي حركة الديليكيت اللي هو الحرير اللي هو الناعم ولا لا، عشان نطمن على حركة ايه الغسالة ونطمن على الغسيل بتاعها. طبعا هو البرنامج ده 46 دقيقة، لو انا عايز ازود عليه ناعم بزود عليه.
انا هعمل برضو حاجه عشان خاطر ايه الميه تبقى زياده شويه، هحط الغساله ودي هو نفس البرنامج، بس هجيب الميه على الدافي بحيث ايه انها تاخد من الاثنين مع بعض. واجيب برضو ايه مستوى الميه على اقل مستوى واضغط ستارت. طبعا انا عندي الغساله دي فيها الورم اللي هو الدافي، فيها الهوت اللي هو الساخن، وكولد نفس اللي هو البارد مش موجود، يعني ده بيدلل على ان التلقاء بتاع الغساله اول ما لقيت باور واضغط ستارت السخن والدافي اللمبتين اللي طافيين بتاخد البارد بتاعها تلقائي وهم طافيين، لان مش موجود عندي اصلا اساسا في البروجرام بتاعها كلمه كولد او كلمه ايه بارد. هي كده بتسحب الميه من الاثنين مع بعض اللي هو السخن والبارد. بدأت تغسل اهي. طبعا دلوقتي احنا شفنا حاجه برضو يعني كويسه، ان الحركه بتاعه الغساله اتغيرت. الحركه بتاعه الديليكيت اللي هو الحرير طبعا كانت حركه ضعيفه جدا. ليه؟ عشان تحافظ على النسيج بتاع الملابس. لما جينا نجيب الحركه اللي جبنا برنامج اللي هو المعتاد اللي هو القطن الرئيسي، ايه اللي حصل؟ الغساله الحركه بتاعتها شديده جدا، ده عشان خاطر تنظف الملابس كويس. فده بيدلل ان المنتج نفسه بيحافظ، كل برنامج بيحافظ على النسيج بتاعه. طبعا العميل كان بيقول لا انا عند البرامج كلها تقريبا هتبقى كده زي برنامج الديليكيت اللي هو الحرير. قلت له لا، المفروض يعني كل برنامج له حركه من شكل. فالحمد لله الحركه بتاعتها شديده بالنسبه لايه لبرنامج القطن اللي هو الرئيس. شايف الحركه بتاعتها شديده اهي. اهم حاجه زي ما احنا اتفقنا نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحه الغساله، او نشتغل دور اول اليوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غسيل، لكن مركنش شغل اسبوعين وعامله كله في يوم واحد ده اكبر غلط. اول باول يبقى احسن، وبعد ما اخلص غسيل لازم اشيل الفيش عشان خاطر لو كهرباء جت عاليه كهرباء جت ضعيفه ما تاثرش بالسلب على البورده مع المدى البعيد. ساعتين ثلاثه قدام مبقاش في مشكله. لو عاوز اعمل مثلا دورة خل الغسالة، دورة النظافة، طبعا ما عنديش حاجة هنا في البروجرام، في البروجرام بتاع الغسالة حاجة اسمها توب كلين اللي هو تنظيف الحوض. فانا ممكن اعمل برنامج عادي على ايدي مفيش اي مشكلة، اللي هو مثلا الغسالة مطفية اهيت، هقوم قايد الغسالة واخد مثلا برنامج القطن اللي هو العادي المعتاد، واقوم جاي هنا عند الناقع هجيب السك اللي هو الناقع واقوم ضاغط اللي هو الستارت اللي هو تأكيد التشغيل. كده هو البرنامج بتاعي انا زودته شويه بحيث ايه ان ينظف معايا اكتر. يعني هو برضو الموديل يعني ده قديم شويه، فعشان كده ما فيهوش خاصيه البروجرام الزياده اللي هو بتاع ايه تنظيف الحوض. عشان كده خدنا البديل بتاعه اللي هو ايه المعتاد او اللي هو القطن. ممكن نشتغل على برنامج اللي هو البطانيه اللي هو البلانكت انكم باور. اجيب البلانكت على اساس ان هو برنامج هيبقى جديد شويه، واخد برضو الايه الجزء اللي هو الزياده على الستارت. ده يعتبر زياده 5 دقايق عن البرنامج التاني. التاني 46 ده 51، حركته برضه هتبقى جديدة. يا ريت بقى حضراتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايك وتتكوا على زر الجرس الكل، بحيث ان اي حاجه نعملها سواء صيانه او شرح توصل لكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.